الموصل، المدينة التي ما زالت مرهقة من آثار الحرب والدمار، تتعدد معاناتها وتتنوع أزماتها. أهلها ما زالوا يئنون تحت وطأة ما خلفته المعارك من خراب، لتأتي أزمة الغلاء وتزيد من همومهم اليومية. ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية، فيما يقول مواطنون إن الأسواق باتت شبه خالية من الناس بسبب عدم قدرتهم على شراء احتياجاتهم الضرورية. ويا والله الأسعار حيل عالية، والفقير ما عنده، والعامل عيروح خطية ويجي ما يجيب حق حكيله وين الطماطة. إيش هاي الأسعار صعدوها والدولار ما له أبو إيش؟ تمام إلا ما تمام يا أخويا. إحنا مثل ما يقول عالم فقارة وما عدها، والأسعار صعدت حيل، والفقير تدمر، والله تدمر دمار حيل دمار. أعباء إضافية تتحملها العوائل الفقيرة التي تعاني أساسا من شظف العيش، لتأتي السياسات الحكومية المتخبطة في معالجة أزمة انهيار قيمة الدينار وتزيد من أزماتهم، ناهيك عن انهيار القطاعين الصناعي والزراعي وما تركه ذلك من أثر سلبي على اقتصاد البلاد. يعني هسه السوق واقف بسبب ارتفاع ونزول الدولار، المواطن الستاندرد يستقر الدولار حتى يجون يتسوقون. المنتج مال المحلات كله استيراد، لو اكو معامل الاسعار اقل تصير، يعني مثل الزيت يصير سعره اقل، التمن اذا موجود عراقي يصير اقل، اي شيء عراقي يعني يكسر الاستيراد شويه. يوما بعد يوم تزداد صعوبات الحياه وتتضاعف اعباؤها في الموصل وغيرها من المدن العراقيه، وسط فشل حكومي مزمن في التعامل مع اي ازمه، ما يثبت ان النظام الجاثم على صدور العراقيين هو اصل الداء، وأن ما سواه من أزمات مجرد أعراض تتكرر وتزداد كل حين.